عندما التقوا الجماعة بالسيد السيستاني حفظه الله، قال لهم ليكن السيد أياد علاوي هو على رأس السلطة. بمعنى هذا بشقين، الشق الأول أن السيد السيستاني والمرجعية الدينية كانت قد علمت أو تنبأت أو هي موقنة أن الخيار المدني هو الخيار الأنجع لحكم العراق. هذا كلامك، هذا كلام سليم. وأضيف لك في شيء آخر، إذا شوف خل أقول لك في الشيء، مرة من المرات تيتو كان قاعد ويا جماعته وكان شرب وكذا وإلى آخره، فسألوه قالوا له وين تجد آخر الأخبار؟ شنو آخر الأخبار؟ فأشار بيده على الفاتيكان وقال تجدونها هناك. ترى النجف مو سهلة، النجف ليست سهلة، النجف عتها مرجعيات وعتها وكلاء وعتها تجار وعتها عمال وعتها فلاحين وعتها ناس يردون خاطرها وعتها ناس ما يردون خاطرها، فهي ليست ساذجة بهذه الدرجة التي يتصورها بعض الناس. فعندما أدركت في أول أيام التغيير بأن الحكم يجب أن يكون مدني وأن القمين بمثل هذه المسؤولية هو أياد علاوي وليس الشهيد أبو عبد الزهرة عثمان، دارك هاي المعنى. بل وصلت الدرجة إلى أنه السيستاني مرة قال لهم أنه هذه المهمة هي أكبر من عندي، هذه يريد لها واحد مثل محمد باقر الصدر اللي شغلته. هذا رجل مو طبيعي حجي في هذا الجانب حقيقة، يعني لذلك أنا دا أخليك أمام معلومات هي دقيقة وأنا مسؤول عنها وليسمعها الناس، وربما تصدر في الجزء الثالث من كتاب خسرت حياتي.